مرحبا بكم في نشرتنا لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة رشاد، وإليكم العناوين. 15 سنة تمر على ذكرى مجزرة بن طلحة، وتواصل النداءات بتأدية واجب الحقيقة والعدالة. وفي النشرة، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تندد بسياسة التشغيل في الجزائر، ومحاولة انتحار جماعي لأحد عشر شاب بطال عقب إقدام قوات الدرك على قمع اعتصامهم أمام المؤسسة الوطنية للتنقيب. وسكان قرية مدينة الحياة بالأخضرية يعيشون جحيم كارثة بيئية خلفتها المزبلة العمومية بمنطقتهم. إلى التفاصيل. التاريخ ليلة 23 سبتمبر من عام 1997. المكان قرية بن طلحة، الساعة من 11 مساء إلى غاية 3:30 صباحا. 4 ساعات ونصف من الذبح والتقتيل، 4 ساعات ونصف من جز الرؤوس وسفك الدماء وانتهاك الحرمات على مشارف العاصمة وعلى أعتاب من ثكنات الجيش والدرك والمخابرات. 4 ساعات ونصف يقول عنها أهل بن طلحة كأنها الدهر. 15 سنة تمر على هذه المجازر التي طبعت بأحرف من عار في جبين الذاكرة الجماعية للجزائريين. أهل بن طلحة الذين تساوى فيهم الرجال والنساء والشيب والرضع والشبان أمام آلة القمع والتدمير لا يزالون يتذكرون هول مشاهد تخنق الأنفاس وتدمي القلوب، لم تسعها حتى صحائف الكتب التي وثقت المأساة، ولعل من أشهرها كتاب تحقيق حول المجازر في الجزائر، وكذا الكتاب الأبيض، وهي كتب ممنوعة لحد الآن من دخول الجزائر، حالها حال لجان التحقيق المستقلة والمحايدة التي يواصل النظام رفضها ومنعها من كشف الحقيقة حول مجازر باتت تعرف بمجازر التطهير السياسي أو ما يسمى بمصطلح البوليتيسيد، باعتبار أن المنطقة التي اتهم الإسلاميون بإبادتها كانوا قد حازوا فيها على أغلبية الأصوات في انتخابات 1992، مما يعزز اتهامات الكثيرين للنظام بمحاولته عبر هذه المجازر تجفيف منابع قوة سياسية بعينها. ولعل ما صرح به أحد الجنرالات في إطار صراع أجنحة السلطة كان الأكثر دويا، حيث كشف عن وجود فيلقة من السفاحين والقتلة أنشأها النظام لهذا الغرض، أطلق عليها اسم فيلق الموت، تقول عنها الروايات وشهادة المنشقين من عناصر الجيش والمخابرات أنها عاثت في بن طلحة والرايس والرمكة وغيرها منكرا وفسادا في الأرض وإثما كبيرا. بداية في هذه المناسبة الأليمة لا يسعني إلا أن أترحم على ضحايا المجزرة، ضحايا مجزرة بن طلحة، وإلى ضحايا كل ضحايا الجزائريين اللي سقطوا في عشرية التسعينات، واللي عددهم يعني ممكن يفوت 200,000، فالله يرحمهم. عودة إلى مجزرة بن طلحة، أظن أنه من ضروري أولا التذكير بأن مجزرة بن طلحة واحدة من العديد من المجازر الرهيبة التي عرفتها الجزائر في بين تقريبا 96 إلى 98، ومنها اللي مشهورة بالعدد الضخم تاع الضحايا، يعني نذكر منها على سبيل المثال مجازر بوقرة والرايس وابني مسوس وغيليزان وسيدي حماد إلى غير ذلك، وكذلك مجازر في السجون، يعني مجزرة سركاجي، سجن سركاجي، ومجزرة برواقية. العدد ضحايا تاع مجزرة بن طلحة في هذاك الوقت الصحافة تكلمت على يعني رقم بين 200 و 300، و100 ضحية. مجزرة حدثت 22 سبتمبر 1997، لكن هذا رقم ممكن لا يعني ليس الرقم الحقيقي للضحايا، لأنه عرفنا يعني فيما بعد أنه السلطات كانت تخفي الأرقام الحقيقية. مثلا مجزرة رمكة مكناس في 4 يناير 1998 كان الحديث آنذاك عن 117 ضحية، وبعدين عرفنا أنه كان هناك أكثر من يعني 1000 ضحية، و رئيس الحكومة الأسبق ويحيى قال أننا خفينا العدد أو الرقم يعني عمدا.
الآن بطبيعة الحال هناك العديد من التقارير ومن المقالات التي كتبت ونشرت عن مجزرة بن طلحة. أذكر منها على سبيل المثال كتاب أصدرته دار الهجار للنشر، وهو تحقيق في المجازر الجزائرية. أذكر كذلك كتاب يوس مجزرة بن طلحة. هذه الكتب كلها يعني قدمت يعني مؤشرات قوية تشير إلى تورط النظام في مجزرة بن طلحة. هناك المؤشر الأول هو قرب بن طلحة، يعني مكان المجزرة، من العديد من سكنات الجيش والمخابرات إلى غير ذلك. وهذا ما يعني الخارطة التي نجدها في كتاب تحقيق عن المجازر تشير إلى أنه فعلا المجزرة حدثت في منطقة مدججة بقوات الأمن والعسكر. هناك أيضا الخارطة السياسية للمجازر التي أوضحت أن المجازر وقعت في أماكن وفي مناطق صوتت بقوة لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا ما يؤدي بنا إلى وصف المجازر التي وقعت في الجزائر بأنها مجازر إبادة سياسية، أو ما يسمى بالبوليتيسايد بالإنجليزي. هناك أيضا تزامن المجازر مع الحملات الانتخابية آنذاك، ولاحظنا أن هناك يعني كل ما تقترب المواعيد الانتخابية تحدث هناك مجازر. إذا كان هناك مؤشرات بأن المجازر استعملت ووظفت سياسيا من طرف أجنحة النظام التي كانت تتعارك آنذاك فيما بينها. لكن مع كل هذه المؤشرات نحن نرى أنه من الضروري أن تشكل لجنة للتحقيق تكون مستقلة وخبيرة، هذا شرطان أساسيان لتحقق فيما حدث يعني فعلا في بن طلحة وفي المناطق الأخرى التي وقعت فيها المجازر. وهذا حسب رأيي شرط أساسي في عملية المصالحة الوطنية، لأنه من أحد أهم مبادئ المصالحة هو الحقيقة، يعني واجب الحقيقة. الشعب هذا الجزائري، الضحايا أولا وأهالي الضحايا ثم الشعب عموما، يجب أن يعرف الحقيقة، يعرف بالضبط ما جرى، من هم المتورطون في المجازر وفي غير المجازر، يعني وفي كل انتهاكات حقوق الإنسان، ولماذا قاموا بذلك. ويعني هذا واجب وهذا حقهم، وواجب الدولة أن تقوم بتلبية هذا الحق، بالإضافة إلى واجبات العدالة والتعويضات والحفاظ على الذاكرة الجماعية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال الوحشية الرهيبة. في بيان لها صدر يوم أمس، اتهمت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ما أسمته ببارونات الشغل والتشغيل في الجزائر والمتحكمة في الإدارة والمسؤولة عن الفساد الذي يشوب عمليات التوظيف. كما طالبت اللجنة بفتح قنوات الحوار المغلقة في وجه البطالين، في إشارة منها إلى رفض وزير العمل استقبال أعضاء المكتب الوطني للجنة، ليقتصر لقاؤهم فقط مع المدير المركزي المسؤول عن ترقية الشغل والإدماج، دلالة على رفض الوزارة للتعامل معهم كمنظمة ذات مطالب وقاعدة نضالية. وعلى صعيد آخر، هدد 11 شاب بطال من المعتصمين بمنطقة حفارة بورقلة أمام المؤسسة الوطنية للتنقيب، هددوا بالقيام بانتحار جماعي وتفجير قارورة الغاز التي بحوزتهم إذا ما استعملت قوات الدرك العنف في تفريقهم، خاصة بعد التهديدات التي تلقوها من طرف وكيل الجمهورية في حالة عدم توقيفهم للاعتصام وإخلائهم للمكان. تقدمت اليوم اللجنة الوطنية لدفاع حقوق البطالين للوزارة باش طلبنا مقابلة الوزير، وللأسف يعني ككل مرة لم يستقبلنا الوزير، واستقبل من طرف مسؤول مديرية ترقية الشغل والإدماج، وهذا بطبيعة الحال بعد ما رفض الوزير استقبالنا. وقدم من طرف انشغالات البطالين فيما يتعلق على المستوى المحلي او الوطني،
وكما تم تفرق عملية التشغيل غير قانونية خارج القطاع الرسمي، بما نتج عنه أن هذه هي تصرفات خلق إمبراطورية التشغيل بعيدة كل البعد عن الوزارة وقوانين الجمهورية المنظمة لهذا القطاع. وخير مثال على ذلك هو اكتشاف عدة مسؤولين في قطاعات حساسة يحملون شهادات مزورة، بينما الشباب الجامعي وأصحاب الكفاءات المهنية والعلمية راهم مهمشين. ونحن نأسف لأن الناس لا تتعامل معنا كأفراد، ما تحبش تقابلنا كلجنة منظمات معترفة بين عدة جهات في الداخل وفي الخارج، والوزارة المعنية بهذا الأمر ما تحبش تستقبلنا وتعاملنا كأشخاص، تعاملنا كأشخاص وأفراد، وتحب أن تكون هذا القطاع الشغل هذا يبقى يدور في هذه الحلقة المفرغة. وكاين الناس يعني ماهمش بالطالين يحبوا يديروا برامج خاصة برامج تقضي على البطالة بدون أخذ رأي وبدون أخذ رأي البطالين، ويكونوا كشريك اجتماعي في اقتراح الحلول. وكما نأسف ثاني باللي هاد الطريقة تغلق أبواب الحوار في كل مرة توجه البطالين، فتحت أبواب الانتحار على مصراعيه بالنسبة للشباب البطال المهمش. يعني ما بقى أمام البطالين إلا الانتحار وقطع البحر باش يخرجوا من هاد الحلقة المفرغة اللي راهم عايشينها للأسف الكبير. ونتمنى أن هاد المسؤولين في بلادنا يفتحوا لنا أبواب الحوار. وكما حدث اليوم مثلا في ورقلة راهو تمت محاولة انتحار حوالي 12 شاب لأن أمام إحدى الحفارات بالجنوب. سمعنا اليوم باللي توشيت وحدات البرك الوطني باش تقمع مجموعة من الشباب راهم كانوا مضربين أمام إحدى الحفارات، وكان الطلب تاعهم الوحيد هو منصب عمل لا أكثر ولا أقل. وحنا نطلب من الناس المسؤولين في بلادنا يقمعونا بالعمل، حابين احنا الناس البطالين يكون يقمعوهم بالعمل، يخليوهم يروحوا يعملوا ما يقمعوش بالحلول الامنيه، لان الحلول الامنيه عمرها ما تعطي نتائج. وهذه المجموعه من الشباب كاين حوالي 12 بطال في 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 مدينه ورقلة تبعد على وسط مدينه بكره حوالي 30 كيلومتر، راهم حاولوا اليوم انتحار حوالي 12 شاب بقارورة غاز. حبوا يشعلوا قرعة الغاز، حبوا يديروا انتحار جماعي بعد ما غلقت كل الابواب في وجوههم، حبوا يديروا انتحار جماعي، نعم تفجير الغاز وكل اسلحه واستعمال الاسلحه البيضاء في اجسامهم. هي هذه ماهيش اول مره، وعن بالنا ما راحش تكون اخر مره. وحنا في كل مره نقولوا بلي هذه الحلول الامنيه ما راح تقود لاي حل. حنا نطلبوا من الناس المعنيين والناس المسؤولين في بلادنا نكونوا احنا كشريك اجتماعي، نطرحوا حلول معاهم تكون حلول واقعيه، احنا ما قادرينش نطلبوا حلول سحريه. عندنا واقع البلاد، عندنا امكانيات واش كاين في البلاد، عندنا واش المجهودات اللي تقدم البلاد. وحنا واش يغيضنا خاص في مناطق الجنوب وين الناس اجانب وجزائريين يشتغلوا بشهادات مزوره، وتم شباب الجنوب راهم مهمش سواء في الجنوب ولا في الشمال. ولهذا اصبحت هذه البيروقراطيه وهذه الممارسات اصبحت وكالات تشغيل عباره عن امبراطوريات يخدم فيها من يشاء، بينما الناس المحتاجين العمل تاصها وما قادرينش يعمل. يعيش سكان قرية مدينة الحياة الواقعة 5 كيلومتر شرق بلدية الأخضرية يعيشون على وطئ كارثة بيئية حقيقية خلفتها المزبلة الواقعة قرب القرية لتطبع بالروائح الكريهة والغازات السامة الحياة اليومية للمواطن، والتي يزيد من ثقلها انعدام المياه الصالحة للشرب وكذا الأمراض الناجمة عن هذا التلوث، بالإضافة إلى مشاكل الفقر والبطالة. تعود بداية المشكلة إلى سنة 1984 أين قررت السلطات المحلية تفريغ النفايات بهذه المنطقة وعلى الهواء الطلق، محولة بذلك حياة السكان إلى جحيم، لينتظر المواطنون إلى غاية شهر رمضان من السنة الفارطة أين انتفضوا في هبة لم تشهد لها القرية سابقا، أفضت إلى توقيع اتفاق بين المواطنين والسلطات المحلية يقضي بإزالة هذه الكارثة البيئية. لكن بعد مرور سنة من توقيع هذا الاتفاق وبالضبط في 13 سبتمبر المنصرم، تفاجأ السكان برؤيتهم لشاحنات تفريغ النفايات تتوافد مجددا على القرية، معززة هذه المرة بحراسة قوات الأمن، وهو الأمر الذي استفز المواطنين وأشعل فتيل احتجاجات عارمة تعرضت لقمع شديد من قوات الأمن التي حاصرت القرية قصد إخماد الانتفاضة.
وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن إصابة العشرات في صفوف السكان، لتبدأ صبيحة اليوم التالي بعد هدوء الأوضاع حملة اعتقالات عشوائية لعدد من شباب المنطقة، كما هو حال 7 مواطنين مثلوا أمام المحكمة يوم أول أمس. رانا نطالبوا في السلطات العمومية هذه، السلطات المحلية ينحوا لنا لا ديشارج هذه من ناس بالبورا، باسكو يا نعمار فاتوي طويلة طلونتو ولا ما بيش صراحة الرهائن خاطر ما كان حتى بروف حكموها عليهم، ما لقاه يكسر ما لقاه يحرق ما لقاه يدير. ودوك راهم دايرينهم في الحبس، راهم دايرين في المؤسسة هذه العقابية تاع باليسرو، والثلاثة هذه شارعوا، حنا نطلبوا في السلطات هذه يطلقوا لنا ولادهم يطلقوا لنا خاطيهم أخرين. أنا وجهي دليل باللي نفرغ على العمومية ينساها في مدينة حياة ينساها، يعني كي يقول بالنم ومنهم. وكان حاجة هاد السلطات ولاد بروسهم كيف يسموا، أنا ما سميهم سلطات، راه سلطان على روح اغتنموا فرصة ويدوروا في بالهم باك بدي راهم حقارين، وحنا الحقرة فايق بدي راني محقور. المهم يدير في باله بدي عاود رجحها بالحقرة وبقوة. هذا وقد كشفت المصالح الجهوية لحماية البيئة في تقرير لها عن السداس الأول لهذه السنة، كشفت عن إحصاء 2263 مزبلة فوضوية عبر التراب الوطني، جاءت ولاية تيزي وزو في أول الولايات المتضررة، تليها كل من ولايات بويرة، أدرار، أم البواقي، بسكرة، تلمسان، الجلفة، سيدي بالعباس، مسيلة والبيض وسقراس، وهو ما يزيد من تدهور الوسط المعيشي للمواطن ويهدد بشكل مباشر الصحة العمومية. وفي الأخير نذكر بمرور 76 يوما على عملية اختطاف المدون الشاب صابر سعيد من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات الجزائرية، ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى غاية اليوم. وقبل أن نفترق نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، وهي العناوين التي نستقبل فيها تعليقاتكم ومشاركاتكم وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. يمكنكم أيضا أن تبعثوا في هذه العناوين مختلف الصور والفيديوهات للأحداث من حولكم لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. بهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.